فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هل هذا من دعاء المسألة أم من دعاء الثناء؟ هذا من التوسل إلى الله باعترافه بظلمه وذنبه، توسل إلى الله باعترافه بذنبه وظلمه، فالله جل وعلا استجاب له واخرجه من الغم، كشف عنه الغم، هذا يونس عليه السلام. نعم.